هنرد على كلام الكابتن محمود الخطيب، هنقول له بقى، هنرد بقى طب رد منطقي، طيب نقول له طب نيجيريا قدمت، طب احنا ما قدمناش ليه؟ طب السنغال ما لهاش حاجه، طب قدمت ليه؟ هنرد ولا هنعمل اي حاجه تانية؟ طب هنتكلم كلام منطقي وكلام ناس. ادي لك واحده من على طرف المعلقه، استاذ جمال علاب في مداخله تليفونيه هاتفيه تلفزيونيه لوزعيه قال معايا، قال لك انا بوعد الانديه المصريه ان احنا بعد كده هناخد بالنا من كل التفاصيل اللي ليها علاقه بالماتش بتاع النهائي، وان هو يكون موجود على ملعب محايد. استاذ جمال، استاذ جمال يا استاذ جمال، السنه الجايه هيتلعب ماتش ذهاب وعوده يا استاذ جمال. هيجي لي خرس، خرس حقيقي يعني، انه الجماعه العموميه هي اللي هتمشيني، انتوا ما عملتش حاجه، حتى الاجتماع اللي كان ما عملوش حاجه.